فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وسيأتي عنه إن شاء الله تعالى في خصوص أعياد الكفار من النهي عن الدخول عليهم فيها، ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم ما يبين به قوة شكيمته في النهي عن مشابهة الكفار والأعاجم. نعم، سيأتي عن عمر رضي الله عنه في نهيه عن التشبه بالكفار في أعيادهم وفي زيهم ولباسهم وفي عباداتهم ما يدل على قوة شكيمته، وأنه لا ينقاد للمغرضين أو لأصحاب الأهواء أو المخادعين، لا ينقاد لهم، وإنما يثبت على الحق ويأخذ حذرة من هذه الأمور، ولا يحسن الظن بكل أحد، إنما يحسن الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار وعلماء الصحابة. نعم. ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم، هذا يأتي إن شاء الله.